بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الحلقة 23 من برنامج في رحاب القراءات. تكلمنا في الحلقات السابقة عن القراءات القرآنية السبع، وتكلمنا أيضا عن القراء السبعة، وبدأنا بالإمام نافع المدني وراوياه قالون وورش، ثم تكلمنا عن الإمام الثاني وهو عبد الله بن كثير المكي وراوياه البزي وقنبل، وتكلمنا أيضا عن الإمام الثالث وهو الإمام أبو عمرو البصري وراوياه الدوري والسوسي، وتكلمنا عن الإمام الرابع وهو ابن عامر الشامي وراوياه هشام وابن ذكوان، ثم تكلمنا عن الإمام الخامس وهو الإمام عاصم الكوفي وراوياه شعبة وحفص، وتكلمنا عن الإمام السادس وهو الإمام حمزة الزيات الكوفي وراوياه خلف وخلاد، وتكلمنا عن الإمام السادس عن الإمام السابع والأخير من القراء السبعة وهو الإمام الكسائي الكوفي وراوياه أبو الحارث والدوري. اليوم إن شاء الله نكمل الثلاثة المتممة للقراء السبعة وهم أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف العاشر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإمام الأول من الثلاثة المتممات وهو الإمام أبو جعفر المدني. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب المشايخ الكرام الشيخ الفاضل محمد خليل عساف، نشكركم شيخ على قبول الدعوة. يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله السادة المهتمين والمشاهدين يستفادون من المعلومات القيمة إن شاء الله عن أبي جعفر المدني. اللهم والشكر موصول إلى أخي القارئ هلال سعيد هلال. إن شاء الله نسمع آيات طيبات عن الإمام أبو جعفر المدني إن شاء الله. بداية الشيخ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومواله، وبعد أحبابي مشاهدي قناة الموصلية الكرام، أرحب بكم من خلال هذا البرنامج الرائع الذي يعرف بأئمة القراءات القرآنية. هذا البرنامج الذي حقيقة كثير من الناس يعني تقبلوه برحابة صدر، ويعني الشكر موصول لكم دكتور ولكادر الموصلية على بث هذا مثل هذه البرامج الهادفة والرائعة. طبعا يعني لقاؤنا اليوم مع الإمام الأول من الأئمة الثلاثة ألا وهو الإمام أبو جعفر المدني، هذا الإمام التابعي الجهبذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جميع أئمة القراءات. طبعا يعني كما هو معلوم عند أهل القراءات أن الإمام ابن مجاهد هو أول من اختار القراء السبعة. طبعا يعني عندما هو اختار لم يختر يعني متعمدا انه اختار سبعة قراء، وانما يعني وفق الشروط التي وضعها شروط القبول او قبول القراءات تبين عنده يعني سبعة قراء. نعم. ثم بعد ذلك عندما جاء الإمام ابن الجزري استاذ هذا الفن رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما يعني نقب عن القراءات ودرس القراءات وجد أن هناك قراءات أخرى التي هي تسمى بالمتممة الثلاث، وجد أن شروطها تطابق شروط القراء السبعة الذين اختارهم الإمام ابن مجاهد، فضمهم إلى السبعة وأصبحت عندنا 10 قراءات. وكما يقول العلماء لو أن هناك مثلا ظهر
قارئ آخر وانطبقت الشروط لا ضم يعني إلى يعني شيخ نقدر نسميه القارئ الثامن؟ يعني ممكن من ضمن العشر قارئ الثامن نسميه. نعم شيخ تفضل. فالإمام أبو جعفر هو القارئ الأول، ويعني هو إمام عظيم كرس كل وقته في خدمة كتاب الله عز وجل. وطبعا كما هو معلوم، كما اختار يعني الإمام ابن مجاهد لكل إمام من أئمة القراءات اختار له راويان، كذلك الإمام ابن الجزري خطأ على نفس الخطوات وجعل لكل إمام راويين. وطبعا يعني كما هو معلوم أن الإمام أبا جعفر له راويان، الأول هو ابن وردان والثاني هو ابن جماز رضي الله عنهم. طبعا اليوم هو كلامنا سنقتصر على الإمام أبي جعفر الحلقات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا الرواة يعني رواة الإمام أبي جعفر ذكرهم ابن الجزري في الدرة فقال: أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. وذكرهم في طيبته طيبة النشر فقال: ثم أبو جعفر الحبر الرضا، فعنه عيسى وابن جماز مضى. نعم جميل جميل جميل. نعم طبعا الإمام أبو جعفر يعني حتى نعرف المشاهدين عن هذا الإمام الكبير، هو يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني القارئ أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبير القدر. طبعا للعلم هو شيخ الإمام نافع ولكن هكذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبرز ويشتهر الإمام نافع، ثم بعد ذلك يعني هذا هو بتقدير الله عز وجل. طبعا هذا الإمام الكبير عندما كان صغيرا أتي به إلى أمنا أم سلمة وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة رضي الله تعالى عنهم جميعا. طبعا هذا الإمام قرأ القرآن الكريم على مولاه عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس الصحابي حبر الأمة وترجمان القرآن، وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما هو معلوم هؤلاء الثلاثة قرأوا على سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبي بن كعب يعني من كبار الصحابة ومن كبار الذين أخذوا القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ سيدنا أبو هريرة وابن عباس على زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقيل هناك قول أن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه، وطبعا وذلك محتمل لأنه هو كان تابعين ورأى الصحابة. وقرأ سيدنا زيد وسيدنا أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا يعني أبو جعفر أقرأ الناس قبل وقعة الحرة، والحرة كانت سنة 63 للهجرة. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك شيخ. إن شاء الله إن شاء الله نسمع من شيخ هلال ونرجع إن شاء الله نكمل الله. كلامنا على أبو جعفر. شيخ إن شاء الله نقرأ على عن الإمام أبو جعفر المدني إن شاء الله برواية ابن وردان وابن جماز إن شاء الله. تفضل يعني شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ما شاء الله طيب الله الأنفاس يا شيخ هلال الله يتقبل إن شاء الله هذه القراية الطيبة البياد والصبا والسيقاء نسأل رب العالمين القبول إن شاء الله إن شاء الله نأخذ فاصل شيخ ونواصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج في رحاب القراءات الإمام الثامن الإمام الأول من المتممين الثلاثة وهو أبو جعفر المدني شيخ نكمل الإمام أبو جعفر نعم. تفضل عين شيخ طبعا يعني كما قلنا الإمام أبو جعفر وإمام كبير وتابعي ما شاء الله ويعني في رأس الصحابة الكرام يعني يعتبر من أول التابعين ما شاء الله لأنه الذي يلتقي بالصحابة يسمى تابعي تابعي نعم وهو التقى بصحابة يعني كثر ما شاء الله. ومن كبار الصحابة وطبعا العلماء أشادوا بهذا الإمام وقالوا عنه الكثير يعني مثلا قال الإمام يحيى بن معين نعم. كان أبو جعفر إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ كانوا يسمونه بالقارئ انتهت إليه رئاسة القرآن بالمدينة يعني إذن هو أصبح رئيس مثل ما يقول رئيس مجمع القراء مثلا نعم وكان ثقة قليل الحديث يعني تحديثه يعني في نقل الحديث كان قليل لأنه اشتغل بالقراءات نعم بالقرآن الكريم قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صالح الحديث وصالح الحديث هي درجة من الدرجات التي وضعوها علماء الحديث وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري كان يعني أبو جعفر كان إمام الناس بالمدينة ما شاء الله ونقل عن ابن مجاهد وابن مجاهد هو معروف الذي يعني كان له كتاب في يعني القراء السبعة أنه لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر ما شاء الله وقال مالك كان أبو جعفر سبحان الله وما اختاروا من ضمن السبعة هذا ذكرنا في البداية هو تقدير إلهي نعم سبحان الله نعم. يصطفي من يشاء سبحان الله سبحان وقال مالك كان أبو جعفر رجلا صالحا يقرئ الناس بالمدينة وروى ابن جماز اللي هو أحد يعني تلامذته روى عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم ترك هذا الصيام فسئل عن ذلك يعني لماذا تركت هذا الصيام
فقال: كنت أروض نفسي على العبادة. ما شاء الله. وروي أنه كان يصلي في جوف الليل 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل، ويدعو عقبها لنفسه وللمسلمين ولكل من قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله. ما شاء الله. قد يسأل سائل يقول: يعني ما هو يعني طوال المفصل؟ نعم. طوال المفصل طبعا يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة البروج، هاي خوش هذا تنبيه، وأوساطه من سورة الطارق إلى سورة البينة، وقصاره من سورة الزلزلة إلى آخر الناس. القرآن وسمي بالمفصل لكثرة يعني الفصل بين سورة وأخرى بالبسملة، مع اختلاف طبعا في ذلك يعني عند العلماء. قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر وقد حضرته الوفاة، وجاءه أبو حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجيبهم، فقال شيبة وكان ختنه يعني على ابنة أبي جعفر: ألا أريكم عجبا؟ قالوا: بلى. فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن، فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن. ما شاء الله رضي الله عنه. وروى عن نافع قال: لما غسل أبو جعفر عندما توفي رضي الله عنه، لما غسل بعد وفاته نظروا بين نحره ويعني إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. ما شاء الله. كأنما ورقة مصحف في صدر. قال: فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. ورؤية في المنام بعد وفاته على صورة حسنة، فقال: بشر أصحابي وكل من قرأ على قراءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي. اللهم اجعلنا منهم. اللهم آمين. ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا. رضي الله عنه. وقال سليمان بن مسلم بن جماز: قال رأيت أبا جعفر على الكعبة، يعني في المنام، فقلت: أبا جعفر؟ قال: نعم. فقال: نعم، أقرئ إخواني السلام وأخبرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرئ أبا حازم السلام وقل له يقول لك أبو جعفر: الكيس الكيس، فإن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. أي مجالس أهل القرآن. ما شاء الله. طبعا يعني هذا الإمام الكبير توفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه 130 و100، يعني 130 على الأصح بالمدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم. آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ، ما شاء الله كلام مؤثر والله. نرجع إلى أخونا هلال نسمع إن شاء الله. وإذا قبل ما نسمع ممكن يعني نذكر يعني تلامذته، التلامذة حتى أيضا يعني يكون تفضل يا شيخ. طبعا يعني عرض عليه هذا الإمام، عرض عليه القرآن الكريم كثيرون، ولكن كان من أبرزهم الإمام نافع المدني. ما شاء الله. الإمام نافع المدني، الإمام المشهور الذي من تلامذته أول قالون وورش. نعم. وكان هو أيضا من أبرز تلامذة الإمام أبي جعفر. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن كما قلنا في البداية أن تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله شاءت أنه يظهر في البداية الإمام نافع ويشتهر، ثم بعد ذلك يعني ظهر لنا عن طريق الإمام ابن الجزري، الإمام أبو جعفر والإمام يعقوب والإمام خلف العاشر الذين هم يعني يتممون القراءات مع السبع يعني ويكونون القراءات العشر. ما شاء الله. والإمام الثاني هو أبو الحارث عيسى بن وردان، هذا الراوي الأول له. والإمام أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، هذا الإمام الثاني. وطبعا كما قلنا أن الإمام ابن الجزري اختار له يعني راويين، ابن وردان وابن جماز، باعتبارهما من يعني أبرز رواته وأكثرهم ضبطا
وإتقانا وتقوة، وعرفوا بهذه القراءة رضي الله عنهم. ما شاء الله، بارك الله فيك شيخ. يعني شيخ هلال، نسمع إن شاء الله. إن شاء الله. قراءة عن الإمام أبو جعفر، تفضل. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما شاء الله، طيب الأنفاس يا شيخ، يعني تلاوة طيبة ما شاء الله. إن شاء الله نأخذ فاصل ونواصل يا شيخ، إن شاء الله نكمل على الإمام أبو جعفر المدني.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وفي رحاب القراءات القرآنية. اليوم نتكلم عن الإمام أبو جعفر المدني. شيخ ما شاء الله سمعنا الشيخ هلال آية تلاوة طيبة عن الإمام أبو جعفر المدني، يعني حتى السادة المهتمين والمشاهدين يفرقون بين هذه التلاوة تلاوة حفص عن عاصم المتداولة بيننا. إذا عندكم تعقيب شيخ تفضلوا. يعني بداية قبل أن نتكلم على يعني الأصول والقواعد الفرشية للإمام، يظن الكثير من الناس أن قراءة أو رواية حفص يظنون أنها هي القراءة الأم أو هي الأصل، وباقي القراءات أو باقي الروايات متفرعة عنها. شيخ نريد نتكلم على الموضوع شوي. طبعا يعني هذا خطأ، يعني جميع القراءات وجميع الروايات هي صادرة متواترة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها متواترة على كلها الفرق. يعني بالنسبة للرواية حفص يعني في الآونة الأخيرة عرفت واشتهرت، يعني الدولة العثمانية نعم قبلها اختاروا هذه الرواية لسهولتها وبساطتها، لأن يعني كما تعلمون ويعلم يعني أهل الاختصاص أن رواية حفص قليلة يعني الإمالات والتسهيلات وما إلى ذلك. شيخ نحن تعرف العفو ما نقاطعك كلها بالخير، يعني المغرب العربي يقرأ رواية ورش عن نافع. نعم. يقال أنه شخص من المغرب العربي صلى بالحرم المكي. نعم. وسمع الإمام يقرأ مالك يوم الدين، طلع يظن أنه أخطأ. إيه قال يعني ما حد رد الإمام، ماكو مالك يوم الدين، أكو ملك يوم الدين. نفس الشيء يعني نحن نشوف القراءات البقية غريبة من هذا، بعض الناس يعني من عدم العلم ينكر هذا الشيء. لا، كلها متواترة، يعني مثلا كما يقال أنه قراءة الإمام البصري كانت هي المشهورة قرابة 500 سنة تقريبا. أكيد نعم. وهكذا في كل عصر سبحان الله تجتهد مثلا قراءة رب العالمين، يعني هذه يعني الحمد لله والشكر أنه في الآونة الأخيرة بفضل هذا البرنامج وغيره من البرامج الناس يعني صار عندها نوع من الثقافة في هذا المجال، في هذا المجال. أي وخاصة مثلا بعض الأئمة الذين عندهم القراءات يقرؤون مثلا في الصلاة. نعم. قد يواجه في البداية اعتراضات يظن، ولكن عندما تستمر هذه سبحان الله يثقفون. والله يمكن ثمث تسع سنوات كل أسبوعين ثلاثة أقرأ لي رواية عن إمام أو نعم عن لابد إمام. حتى الناس في البداية تسأل، يتعرف الناس على هذه القراءات. تسأل وتطلع تبحث تقول هي والله أكو قراءة. الحمد لله صار وعي بهذا. فإذن وكلهم من رسول الله ملتمسون. جميع القراءات وجميع الروايات قراءات متواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك عندما يعني سيدنا عمر عندما سمع هشام وهو يقرأ في الصلاة من سورة الفرقان في البداية أنكر عليه، ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا يقرأ بسورة الفرقان بغير الحروف التي أقرأتني إياه، فقال له اقرأ يا هشام، فقرأ قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر قال هكذا أنزلت، إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف. وهذا ما حصل أيضا مع سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما سمع قارئاً يقرأ بحروف تختلف عن الحروف اللي هو تعلمها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع آخر أيضاً يقرأ بحروف تختلف عن قراءته وقراءة هذا الذي سمع بالأول، فأخذهم أو ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة الأول وأقره، وسمع قراءة الثاني وأقره، وسمع قراءة سيدنا أبي وأقره وقال إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن يعني سيدنا أبي قال يعني أصبح في قلبي من الشك
ولم يكن في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في قلبه فضرب على صدره فيقول تصببت عرقا من هذه الضربة الرحيمة الحانية من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الضربة أزالت هذا الشك من قلبي وصدري سيدنا أبي. قال فتصببت عرقا وكأنما أنظر إلى عرش ربي بارزا. يعني أنه الصحابة الكرام أيضا عندما سمعوا روايات أخرى يعني بالبداية أنكروا ذلك، ولكن بعد ذلك انقشع هذا الشك. طبعا يعني كما هو معلوم الإمام أبو جعفر حاله من حال باقي القراء، له أصول وقواعد نذكر من أهمها. طبعا قرأ بضم ميم الجمع ووصلها بواو لفظية كابن كثير كما سمعنا من الشيخ وهو يقرأ عليهم، وهكذا قرأ بتسهيل الهمزة الثانية في كلمة واحدة مع الإدخال، مثل عندنا أنذرتهم فقالوا قرأ أنذرتهم مع الإدخال. قرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كلمتين أو إبدالها واوا أو ياء حسب القاعدة، يسهل همزة أرهيت نعم كقالون، يسهل الهمزة الثانية من كلمة إسرائيل مع التوسط والقصر أيضا كما سمعناها من الشيخ القارئ، إسرائيل توسط أو إسرائيل مع القصر. أبدل الكثير من الكلمات يؤمنون مثل وريا ورؤيا نعم رياك رؤياك سوسي قريب على السوسي قريب على السوسي نعم يؤخذ إلى آخره من هذه الكلمات. يخفي النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين، آية مهمة وهذه يعني من أبرز يعني ما موجود عنده من خوف، يعني احنا عندنا من خوف عندنا عند باقي القراء عندنا إظهار، ولكن هو امتاز بهذه يعني القراءة أنه يقرأ من خير ما عدا ثلاثة كلمات إن يكن غنيا فسينغضون والمنخنقة، هذه يعني يظهرها كباقي القراء. وكما قلنا أن هذه يعني هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسكت على الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني من يقرأ مثلا ألف لام ميم مثل ما سمعنا ألف لام ميم سكت بدون نفس سكت خفيفة من غير تنفس. طبعا له في المد المتصل التوسط والمنفصل القصر، التوسط أربع حركات والمنفصل حركتين. طبعا بفضل الله تعالى يعني قمت بكتابة بحث عنوانه انفرادات الإمام أبي جعفر المدني رحمه الله تعالى عن القراء العشر جمعا ودراسة، وهو لا زال مخطوطا. نسأل الله تبارك وتعالى التيسير إن شاء الله يتمم بطبعه. آمين. إن شاء الله. بارك الله بك يا شيخ. الله يرضى عنكم. ما شاء الله. ما شاء الله. معلومات قيمة إن شاء الله. ختامها مسك عند أخونا هلال إن شاء الله نسمع عن الإمام أبو جعفر. تفضلوا عليه يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بارك الله بك، طيب الله الأنفاس. هذه قراءة طيبة إن شاء الله، الله يتقبل إن شاء الله.
في ختام الحلقة يا شيخ نشكركم جزيل الشكر، إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة عن ابن وردان إن شاء الله بن جماز، ونشكر أخونا القاري هلال سعيد هلال، إن شاء الله نتمنى لكم موفقية إن شاء الله في عملكم إن شاء الله. وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.